وربما يكون من الضروري أن نستمع إلى صوت يعني كبير العائلة الإعلامية في مصر، الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أهلا يا أستاذ مكرم. اهلا بك يا فندم. الله يخليك يا أستاذ مكرم. يعني تابعت هذه الشائعات التي تعتبر أو اعتبرها البعض مصدر للأخبار، وأحدثت حالة من الهلع داخل الوسط الصحفي. واحد كتب تويتة أو تغريدة نقلت على أنها مصادر وانتشرت كالنار في الهشيم. كيف نواجه هذه الظاهرة أستاذ مكرم، يعني ورسالتك طبعا دي للإعلاميين؟ تؤرق العالم كله، إنه أدوات التواصل الاجتماعي بتستخدم لنقل أخبار مش مؤكدة وإشاعات تنشر على أنها أخبار. لكن الخطير في الصورة هو استغلال الجماعات الإرهابية زي جماعة إخوان المسلمين هذه الأدوات لإرسال رسائل كاذبة. يعني امبارح الادعاء بأنه يؤخذ جزء صغير من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويخرج من سياقه الطبيعي ويعلن فيه جماعة الإخوان المسلمين على كافة أدوات التواصل الاجتماعي إن السيسي لم يكن راغبا في إصلاح السكة الحديد، لأنه كان يفضل إن هو يضع هذه الأموال في البنوك ويتقاضى عنها فائدة استنادا إلى نقل غير طبيعي مشوه من كلام قاله رئيس السيسي في مناسبة جد مختلفة، بينما مصر صرف على الأقل مليارات الجنيهات، أكثر من 50 مليار جنيه، على إصلاح السكك العددية، قرارات جديدة، اتفاق مع الروس على بناء عربات سكة حديد، تجديد خطوط. يعني أعتقد يعني أنه يعني تزييف خطير جدا، وبالتالي انه البعض بياخذ انه ادوات التواصل الاجتماعي دي على ان كل ما يصدر فيها اخبار صحيحه، وهذا غير صحيح بالمره. ودي مشكله بتؤرق العالم. في المانيا مثلا بيفرضوا غرامات باهظه تصل الى مئات الملايين من الدولارات على استخدام ادوات التواصل الاجتماعي استخداما سيئا من هذا النوع. وأعتقد أن العالم لم يجد بعد ما يمكن أن نسميه يعني وسيلة، لأنه أولا إما أن أدوات التواصل الاجتماعي تدرك بالفعل أنها لا تملك الحقيقة، وأن الناس تعرف أنها بتقول مجرد آراء قد يشوبها اختلاف وقد تشوبها دوافع، وأنها ليست مصادر للأخبار، أو أن تحاكم هذه الأدوات عن ما تنشره من حقائق من إشاعات على أنها حقائق. أنا المؤسف في الصورة هو الاستخدام السيء من جانب جماعات الإرهاب لهذه الأدوات وتزييف حقائق على الناس، على عوام الناس، لأنه يعني أنك أنت تنفق هذا المبلغ الباهظ على إصلاح السلك العديدية. صحيح. طبعا وارد انه ان احنا يكون هناك رؤيه فضلت ان هي تهتم اولا بخطوط جديده، ازدواجيه الخطوط، تهتم ايضا بتغيير القاطرات اللي كانت عمرها الافتراضي تؤخر النظر في المحطات السكه الحديد على اعتبار انها نوع من الرفاهيه لمرحله تاليه. أعتقد أنه وتهمل في نفس الوقت إمداد هذه المحطات بوسائل إطفاء الحريق. يعني عيب جدا أن محطة مصر الناس تطفي الحريق بالجرادل، بينما عدم وجود مواد قوية والعدم وجود خراطيم، وإحنا ركزنا على القضبان وركزنا على تغيير الماكينات وركزنا على تغيير الجرارات وركزنا على تغيير عربات السكك الحديدية. يعني أيضا كمان أنا أعتقد أن سائق القاطرة المنفلتة دي يعني
كل مصر بتشك فيه، تعرفش اذا كان مبارشم ولا اذا كان بيقول كلام مدفوع ان هو يقوله، او اذا كان ضالع في الجريمه ويقولك انه بعد انتهاء الجريمه روح ينام. هل ده كلام؟ صحيح. يعني اعتقد انه محتاجين بالفعل الى مزيد من الضبط والربط، محتاجين بالفعل الى انه يعني نعاقب كل من يهمل في اداء عمله. واعتقد انه كان واضح الرئيس السيسي في هذا الموضوع ان لابد من معاقبه كل هؤلاء الناس. ايضا مجلس النواب عمل دور كويس لانه هو قال انه هيستدعي الجميع لسؤالهم واستجوابهم، بما في ذلك وزير النقل الحالي اللي هو بذل جهد حقيقي في تقديم السكة الحديد، وان كان يعني قد رأى ان تطوير المحطات يمكن ان ينتظر لمرحلة قادمة، لكن لا احد يستطيع ان ينكر الجهد الضخم اللي بذله انا بشكرك جدا، عرفات في هذا المكان. بشكرك جدا استاذنا الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.